هورو ابن نجم في محافظة النجف، والذي صرف على رصيفه فقط أكثر من 100 مليار دينار عراقي كما تشير بعض التقارير، لكي يكون منتجعا سياحيا طبيعيا، أصبح اليوم مرتعا للصوص ومتعاطي المخدرات بحسب ما تناقله الناشطون. وفي الوقت الذي تفيض أراضي العراق بمياه السيول، ما زال الهورو جافا ويمنع فتح المياه عليه، حيث كانت الذريعة الحكومية سابقا أن الإطلاقات المائية قليلة ولا تكفي لملء الهور. فيا ترى من الذي يمنعهم اليوم؟ يتساءل الناشطون. فنشاهد. زين انتوا هسه حكومتنا المحلية، مدير الري، مدير الزراعة، وزير الري، احنا مو عندنا وزارة، مو عندنا مديرية ري، ثلاث محافظات مرتبطة بهذا هذا المشروع العملاق. زين انتوا لا انتوا مخليه هور ويا هالفيضانات، جانا والسبب نقولهم خلونا ما يقولون ماكو. ما شوفوا شوفوا، تدرون هسه الناس قاعد تنطر، كلمة شوية ريفية يعني، تسهر الليل هاي أهل المناطق، لأنه وحوش بي، الوحوش خنازير، ذيابة، كل شيء، كل أنواع، ما دام هو شيء خطر يسوحوا له وحش، بكلمة وحش. حقيقة الناس تنطر الليل كله نسمع أطلاقات نارية وهاي، وبي مجرمين، بي خارجين عن القانون، وأنا مسؤول بكلامي قدام قائد شرطة النجف، قدام محافظ النجف، قدام كل المسؤولين. يجوا هنا الناس اللي العدة مكسورة، العدة مخدرات، مشروبات، غيره، يجب إرجاع حرب النجم وبقوة. فيضانات غرقان الشمال والجنوب، ليش ما تفتحون السد مالته والترسو؟ شوفوا شوفوا 100 مليار صارفين على هاي الأرصفة على مود ترجع أهوار، ليش؟ خلي الناس تاكل، ناس خلي تعيش، يعني عندنا بطالة. ويقول لك الناس ليش تطلع مظاهرات؟ سووا هاي الشيء، هي ماي فيضانات الشمال والجنوب، الناس فتحوا السدود، خلي اللي يرجع الصيد، ترجع حياة الناس. شنو ذنبها هاي الناس؟ فالمواضيع والله بسيطة، لكن ماكو متابعة من المسؤولين. شكرا جزيلا، دوخناكم ابو زين العابدين.